هل كل مرتد يقتل؟ هذا الأصل، إلا إذا خيفت مفسدة فإن رب العزة، عفوا، إذا خيفت مفسدة فالله لا يحب الفساد، يعني إذا كانت في مفسدة عظيمة، لكن الأصل أن المرتد يقتل. أما الدليل على قتل المرتد فقوله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، سيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه أدلة قتل المرتدين. وفعل الصحابة قتال أبي بكر المرتدين